السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبان مشوح، راعية هذه الأمسية السينمائية، الفنانون الأعزاء، أيها السيدات والسادة، من أولوياتنا في المؤسسة العامة للسينما ارتقاء الإنتاج السينمائي فيها إلى طموحنا المنشود، وهذا ليس بالحلم البسيط، كون المسألة تحتاج الكثير من العمل الجاد والمتابعة الدقيقة لبلوغ ما نشتهيه. وقد نجحنا أخيراً بمؤازرة السيدة وزيرة الثقافة في رفع إنتاجنا من الأفلام إلى 5 بعد أن كان مقتصراً لسنوات عديدة على فيلم واحد أو اثنين، كما نجحنا في تفعيل مشروع دعم سينما الشباب الذي بدأ العام الماضي بعشرة أفلام وقفز إلى 25 فيلماً في العام الحالي. تحقق لنا ذلك في موسم 2012 الذي شهد إنجاز المؤسسة كامل خطة على صعيد الأفلام الروائية الطويلة وعددها 5: مريم، لباس الخطيب الذي افتتحناه معكم قبل شهرين، صديقي الأخير لجود سعيد نفتتحه معاً اليوم، العاشق لعبد اللطيف عبد الحميد سنفتتحه سوية بعد عيد الفطر السعيد مباشرة، عرائس السكر لسهير سرميني وليلى والذئاب لمحمد عبد العزيز سنفتتحهما قبل انقضاء العام الحالي 2013. صديقي الأخير لجود سعيد محمل بعوالم حب وحنين ومواجهة وتصالح مع الذات ومهمة أخيرة تبدل من حياة المرء وتنيرها كما النجوم يوم تتلألأ وتمد الناظر إليها برعشة تتبدى مشهدا فآخر. لقد أتم جود سعيد الذي أعتبره صوتا خاصا في السينما السورية وصديقا عزيزا على المستوى الشخصي، لقد أتم جود فيلما مؤثرا يأترق بمشاعر التوق واللهفة في أرواح وقلوب شخصياته وما تكابده من حزن وحرقة ولوعة يظللها جود برعايته ويغمرها بعاطفة عجيبة فتغدو الحياة بها مجتمعة أكثر غنى وأشد جمالا. مبروك لجود سعيد هذا الإنجاز السينمائي الطيب، مبروك لنجومه المتميزين أداءاتهم اللافتة، مبروك لطاقم الفيلم من فنيين وتقنيين وإداريين، ومرة أخرى يلتحم الجمهور مع الحراك السينمائي الذي تعيشه سوريا بشكل مستمر، وكلنا أمل أن يشكل الفيلم مع بقية الأفلام التي سبقته وستتلوه جسرا نحو الوصول إلى سينما سورية أرقى وأفضل كما نطمح جميعا. بقي أن أقول أن جود اليوم، وأعتقد أنه قد تجاوز 30 بعام أو عامين، يوشك على تصوير الفيلم الروائي الطويل الثالث له، وقد حقق في هذا العمر القصير نسبياً في صناعة الأفلام في سوريا من قبل أي مخرج، أعتقد أنه حقق إنجازاً شخصياً له سيحسب في الأيام القادمة. أدعوه كي يقدم مجموعة الفيلم من فنيين وإداريين وتقنيين، والشكر كل الشكر للسيدة وزيرة الثقافة التي رعت هذه الأمسية السينمائية، والشكر لكم أيها السيدات والسادة على حضوركم بيننا الليلة. شكرا جزيلا. عملت من ست الطائية دائما ينسأل عنها من ست الحططة. رح أبدأ بإني أقول ليش هذا الفعل كنت فيه يوم وفاة والدي، حبيت أحتفظ بشيء منه، فما لقيت شيء أحتفظ فيه منه أشرف من القبعة اللي كان يحطها على رأسه، وهذا هو السبب، يعني لا يوجد أي سبب ثاني.
ليش افتتحت بهالكلمة؟ لسبب بسيط، اللي هو إنه هذا الفيلم أداء الأول والأخير اليوم لمن يحفظون لنا الحياة، لمن يحفظون لنا أن نصنع أفلام عن الحياة، عن هويتنا، عن حبنا، عن غدنا. هذا الغد اللي بوجودكم هون، بهذا الفعل اللي عم تكون فيه اليوم، اللي هو فعل حياة بامتياز، فعل مقاومة بامتياز، بدنا نصنعه وليس بأي شيء آخر. تحية لروح أحمد العص، منفذ الديكور في فيلم حديث الأخير، اللي كان يشتغل معنا الديكور الصبح ويدافع عن وجودنا بالليل. تحية لك. بتمنى من كل الفنيين والفنانين الموجودين اللي اشتركوا بصديقي الأخير ومنتجي الفيلم، أستاذ محمد أحمد، الشكر لك على الكلام اللي أخجلني، والأستاذ علي صالح، أستاذ عبد اللطيف عبد الحميد، أستاذ عبد المنعم عمايري، وائل أسد الدين مدير التصوير، كل الفنيين بتمنى أنكم تشاركوني هاللحظة. أكيد بحق لنا نكون غليظين شوي وتقيلين دم إنه نحتفي، تحتفوا معنا بهي اللحظة وتعرفوا كل الأشخاص اللي ساهموا بإنجاز هذا الفيلم. في منهم أشخاص غنيين عن التعريف، وفي منهم أشخاص ننساهم دائما. واجبنا إنه نقول وما ننساهم، اللي هن الفنيين اللي بيضووا وجوه ممثلين مثل أستاذ عبد المنعم اللي وجوده معنا اليوم بسرنا، وفي منهم بيشاركونا على الأقل، بيشاركوني لي، وهذا دائما السؤال بنسأله، بيشاركوني صناعة الفيلم منذ الحلم الأول، اللي هن أخي، أبي، صديقي، عمي، الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد. في منه وين ميار؟ طبعا ميار ونايا ان كانوا اجمل ما في صديقي الاخير، ما حدا يزعل ولا حدا يغار. ميار ونايا كانوا احلى زهرتين، كانوا خافوا دائما استاذ فاضل صبيح، ما بعرف ليش. طبعاً ونحن باسمي وباسم كل مجموعة الفيلم بنحب نشكر كل العاملين بالمؤسسة العامة للسينما ووزارة الثقافة، نشكر سيدة وزيرة الثقافة، المخرجين الزملاء اللي موجودين. هذا العرض أنا وقفت بالجزائر وأهديت عرض صديقي الأخير للعاشق ولمريم، كرر الإهداء للعاشق ولمريم، الأفلام الثلاثة اللي مورست عليها الحرية بأبهى صورها في بعض الدول اللي تحتفي اليوم بالحرية. صديقي الأخير فيلم بتمنى أنه تحبوه، ما بعرف شو فيني أحكي أكثر، أنا برضي أحكي، الناس بتقولوا لي نزيل خلينا نشوف الفيلم. بشكركم كثير، بشكر حضوركم، ما بعرف إذا نسيت حدا، بتمنى ما أكون نسيت حدا، برجع أكرر الزملاء المخرجين الموجودين، شكرا لكم، شكرا لحضوركم، كل الممثلين السوريين الموجودين اللي كانوا معنا ولي لا هذا الفيلم كمان لكم، مؤسسة عامة للسينما صدقوني هي بطل خلال هالفترة، لأنه أنجزت كثير مؤسسات كانت الإنجاز اللي أنجزته غير قادرة على إنجازه. وبيسألونا اليوم ليش عم تعملوا سينما؟ الجواب بسيط، لأنه نحن عم نشارك بصناعة بكرة. هذا الشيء يمكن كثير ما يفهموا، خصوصا اللي بيعيشوا أنانية اللحظة الراهنة. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. برافو عليك، برافو.
يذكرون هاي اسم العادات العربية عشان ما حدا يزعل. بالمناسبة نحن في شخص للأسف نسينا اسمه في تترات الفيلم اللي هو أحد الممثلين عوض قدره، هو اللي رح يعرض الفيلم اليوم. إذا بصير أي مشكلة بالفيلم هو بيتحمل مسؤولية، عليك ولابس أزرق. Yeah.